كمان معانا أستاذ محمود جابر المتحدث الرسمي باسم مهرجان برلمان الشباب والطلائع. ازاي حضرتك؟ أستاذ الو، محمود. ايوه يا فندم، مساء الخير، مع مساء كابتن. النور. منورنا في انبوكس. اشكرك يا فندم، وانا بحييكم على المقدمه الجميله دي. حقيقه يعني حضراتكم طرحتم النقطه وصميم ما تريد وزاره الشباب والرياضه تجاه النشء والشباب من خلال المقدمه اللي طرحتوها. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. بالبدايه كده حابين نعرف منك عن تفاصيل الجلسه الختاميه لبرلمان الطلائع. الجلسه كان النقاش فيها عن ايه اهم القضايا اللي اتناقشوا فيها وابرز برضو الحلول اللي قدموها. الحقيقه احنا في وزاره الشباب والرياضه من خلال الاداره العامه لبرلمان الشباب والطلائع وبتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، نفذنا المؤتمر الختامي للفصل التشريعي لنهايه الفصل التشريعي لبرلمان الطلائع، وكان عنوان هذا المؤتمر ما بعد كوب 27. وده الحقيقه طبقا لتوجهات وتوجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان الوزاره تشرك النشء والشباب في القضايا الدوليه والمحليه ايضا، على اعتبار ان لا صوت يعلو الان على صوت استضافه مصر لمؤتمر قمه دول الاطراف شرم الشيخ، وبالتالي فتم اختيار عنوان هذا المؤتمر ليكون ما بعد كوب 27. الحقيقه كان هناك مجموعه من القطاعات اشتغلوا عليها النشء او الطلائع اعضاء البرلمان، من خلال قطاع الزراعه وقطاع الموارد المائيه والري، قطاع الكهرباء والطاقه المتجدده، قطاع البيئه والشباب والرياضه والنقل والمواصلات، وربطنا كل القطاعات دي بقضيه التغيرات المناخيه. كمان الاداره العامه لبرلمان الطلائع والشباب قدرت توفر مجموعه من الاساتذه في مجال البيئه، مندوبين عن وزاره البيئه، لكي يوضحوا للطلائع المتواجدين والحضور ما هي المتغيرات المناخيه، ايه هي القضيه اللي العالم كله بيتكلم عنها، وعواقب ده ايه، وازاي ان احنا كشباب وكنشء نقدم رؤى وافكار للحد من هذه التغيرات، لان لازم الجميع يتكاتف، لان هذا خطر يهدد البشريه بشكل عام. وبالتالي كان انعقاد هذا المؤتمر، واللي اختتم في جلسه محاكاه في داخل مجلس النواب المصري، وده كان جزء مهم جدا، ان وزاره الشباب والرياضه والدوله المصريه تؤهل الطلائع على الاعمال والاداء البرلماني كما يجب ان يكون. احنا عندنا في برلمان الشباب والطلائع يا فندم بيتم تاهيلهم على ممارسه الدور التشريعي، ازاي وانت شاب يكون عندك رؤيه في تشريع القوانين، ازاي وانت شاب او انت طليع تقدم مشكله من خلال اداء رقابيه برلمانيه زي طلبات الاحاطه، الاسئله، البيانات العاجله. وده بالفعل كان في اكثر من 13 طلب احاطه تم مناقشتهم في مجلس النواب، وكان حاضر معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ومعالي المستشار الجليل احمد مناع الامين العام للمجلس، والسيد رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب المصري السيد النائب محمود حسين، والسيد رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشيوخ السيد النائب احمد ابو هشيمه. وكمان كان في لفته طيبه جدا، ان الاداره العامه لبرلمان الشباب والطلائع استضافت اثنين كانوا ابناء هذا النشاط يوما ما، واصبحوا الان قيادات في الدوله واعضاء بمجلس النواب الفعلي. يعني كان في يوما ما يشارك في هذه النماذج النائبه هيام الطباخ. هيام الطباخ الان هي عضو بمجلس النواب المصري. كان ايضا يشارك في وقت من الاوقات النائب محمود حسين، كان عضو في هذا النشاط، واصبح الان رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. اذا هذا النشاط اللي بتنظمه وزاره الشباب والرياضه الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع هو نموذج حقيقي لتأهيل مجموعة من النشء والشباب، تثقيفهم وتأهيلهم سياسيا، تثقيفهم وتأهيلهم نيابيا، عشان نشوف منهم قيادات إن شاء الله في المستقبل يتم الدفع بيهم في أكثر من مجال، سواء المجالس النيابية أو قيادات تنفيذية.